قلب. والأستاذ الأخ الكبير مرسى الفلالي الذي كتب منذ بضعة أيام مقالا في صحيفة يومية قال فيها: تؤكد أوضاع بلادنا اليوم أن المحافظة على الحرية أصعب من افتكاكها، وأن صونها من شطط أنصارها أصعب بكثير وأعسر بكثير من مقاومة خصومها، وثالثا أنه ليس أشد عناء في الفترة الانتقالية هذه من أن تكون الأمور تمر بين عهدين، عهد القيود والقيد وعهد الفك من القيد، ونحن في هذا الباب وعلى هذا العمل ساهرون وعلى هذا التحدي يعني حاضرون. فالحكومة هذه اللي عندها 3 أشهر قط، لما تكونت سبقتنا حكومات أخرى، على الأقل حكومات كان رأسهم الأخ سي محمد غنوش. الحكومات هذه أخذت قرارات سابقة ونحن ملتزمون بهذه القرارات، لأن ما يمكنش كل حكومة تجي تفسخ اللي قبلها، ثم كان الإسلام يجب ما قبله. قرارات هذه 3: أولا تكوين 3 لجان قارة ومستقلة، مستقلة على من؟ مستقلة على الحكومة. لجنة هي تقصي الحقائق وفيما يخص التجاوزات اللي وقعت أثناء الثورة أو بمناسبة الثورة، واللي رأسها الأستاذ توفيق بودربالة وموجود بحضنا في هذه الجلسة، ولجنة لتقصي حقائق الفساد والرشوة واللي رأسها الأستاذ عمر. يعني اللجان هذم قاموا بالعمل المطلوب منهم. وليش نذكر هذا؟ لأن ثم لوم على الحكومة، وكونه الحكومة ما تبعتش الرموز وما عملتش كذا وما حطتش في الحبس وما خرجتش فلان، والحكومة لا مسؤولية لها في هذا، لأنها صادف وأنها أعطت المسؤولية حطتها في اللجان هذا، واللجان هذا قاموا بواجبهم. ومنذ يومين اتصلت برؤساء هذه اللجان وشفت شنو العمل اللي قاموا به، وقاموا به عمل كبير. يعني لجنة الفساد وتقصي الحقائق فيما يخص الفساد والرشوة يعني عندها 7700 ملف، أمور تقع في نهار هذه، وفصلت منهم 2000. ولما تفصل الملف سواء كان بالحفظ، لأن نحن ما لسه مطلوب مطالبين مش الناس كلها نجيبوهم بحق ولا بدون حق، ذا ما قلنا عاد نقطعوا مع التصرفات الماضية، احنا نحترم الناس كل، ولكن كل ما جال جده في شيء فإنه يصبح من أنظار المحاكم، والمحاكم هي اللي تفضل المشاكل، وإحنا يعني حافظنا على استقلال القضاء مهما يقال. هاو سيد وزير العدل الأمامي ما دخلنا في حتى إنسان قلنا له وقفوه، ولا في حتى إنسان قلنا له سيبوه، لكن احنا حريصين على كل من جالت يده في فساد فإنها تقع محاكمته كيف غيره، ولا أحد فوق القانون. بحيث اللجنة هذه نظرت، اللجنة الأخرى تقصي الحقائق نظرت في 1500 ملف، ولكن زارت تونس يعني حومة بحومة، مش ما نقولوش في الكلمة الأخرى، مش زنقة بزنقة، حومة بحومة، واتصلت بالناس المتضررين ووقفت على حقائق أكثر من اللي كنا نعرفه، وإن شاء الله باش تتمم أعمالها يعني في شهر جوان. وهذا شيء طيب جدا، الشيء اللي تفتخروا به هو كون الأمور ماشية في احترام القانون. وجمعيات حقوق الإنسان يعني فرحاني يظهر لي إلى الآن مازال حتى حد ما احتج على الشيء اللي وقع،
ثم لجنة ثالثة اللي رأسها صديق والحميم أستاذ عياض بن عاشور. الهرميش مترشح وراه. على كل حال ما أحلى في اللجنة هذه يعني عندها مسؤولية كبرى سياسية الحقيقة، هي حماية مكتسبات الثورة وضمان المسار الديمقراطي. نظرت في عمل كبير واهتدت إلى عدة قرارات، منها قرار يهم المجلة الانتخابية. لماذا هام؟ لأن الحكومة هذه لما تكونت في عندها خريطة طريق، يعني رئيس الدولة يعني قبل ما تتكون الحكومة توجه بخطاب للشعب وقال هاو مأموريات هذه الحكومة، والحكومة ملزمة بهذا. يعني من مشمولاتها الحكومة هذه هي كونها تسهر على انتخاب مجلس تأسيسي، وفي بتاريخ الانتخاب يوم 24 جويلية. هذا التزامنا احنا، والتزمت الحكومة هذه وهو أعضاها هوني موجودين، هو كونه يوم 24 جويلية يوم ما يقع انتخاب المجلس التأسيسي الحكومة هذه تقول السلام عليكم وتخلي الأمور للناس اللي وقع انتخابهم بصفة شرعية. لأن هذه الحكومة التي يلام عليها ومن أنصار وكونه لربما ما عندهش شرعية، هو في الحقيقة حتى واحد ما عنده شرعية، ولكن إذا كان ثم شرعية الحكومة عندها شرعية أكثر من الباقي. لماذا؟ لأنها عندها شرعية وظيفية، يعني عندها اون ليجيتيميتي فونكسيونال. ثماش دولة ما عندهاش حكومة، وهي الطرف المقابل لكل من يريد أن يتعامل مع هذه الدولة. لكن بالرغم هذا هي ما عندهاش الشرعية الانتخابية، مش منتخبة، وتفتقر إلى هذا. ولربما هنالك شرعية نظن اتفقنا فيها كل هي شرعية توافقية، يعني مرحبا، يعني حاجتين خير من حاجة. الهيئة هذه وافقت على قانون انتخاب، احنا في بالنا عندنا رأي، قلنا نعدل شوية. اللجنة قالت نقصيه كل ما إنسان شارك في حكومة تاع بن علي ولا في هيكل سياسي فيه مسؤولية تاع التجمع الديمقراطي الدستوري مدة 23 سنة. ما نعرفش يمكن غباء منا، قلنا ياسر خلينا نعملوها 10 سنين يكفي. لكن وصلناش الحل. وفي الحقيقة لماذا قلنا هذا؟ ما لناش باش ندافعوا لا على التجمع ولا على غيرهم، يعني الشرف نتاعنا احنا ما عندناش حزب وما لناش مترشحين، او اعضاء الحكومه الكل هنا لا لا حزب ورانا ولا مترشحين، احنا جينا يعني ارضاء للضمير واستجابه للواجب لا اكثر ولا اقل. بحيث قلنا على كل حال فعلا هو التجمع هذا كانت عنده مسؤوليه، ولكن لا يعني وتحل التجمع حلته الحكومه وقامت بالإجراءات والمحاكم قررت أن التجمع تحل. أنا ظنيت أنه لا يكفي هذا، لا، لكن قلنا زاد ثم ناس يعني جالت يديهم ومشكلة، والتجمع مش هيكل برك ما ثم عباد، قلنا نعمل 10 سنين ما يمكنش. والحقيقة علاش قلت أنا 10 سنين؟ لأن نعتقد أن أخلاقنا الإسلامية والقرآن الشريف يقول لا، يعني فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت غضا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعفوا عنه واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فتفقيني وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. لكن احنا في مادة سياسية
وفي الحقيقة قلنا معقول، فما حاجات معقولة، ولهذا وصلنا إلى توافق والحمد لله، وكفى المؤمنين القتال، وعملنا مشروع اللي مشروع كان متفقين عليه الناس كل، وإن شاء الله معناها في التطبيق نلقاو واحنا مستمعين الناس كل حول التطبيق نتاع هذا، لكن راح شوية وقت في الحقيقة. ثم أن اللجنة هذه كونت لجنة أخرى، لجنة مستقلة باش تتكلف بتنظيم الانتخابات.